السلام عليكم شباب، اليوم راح نحكي عن طريقة فتح شخصية سارة مشان اللي ما قدر يفتحها وما قدر يجمع كل البطاقات تبع سارة. طبعا هذول البطاقات تبع سارة، كان في حدث الأسبوع اللي راح، حدث انه تقتل أعداء يوميا وتفوت على اللعبة وتلعب 5 ماتشات ومن هالكلام هذا، جمع بطاقات وتفتح فيهم شخصية سارة. يعني إذا جمعت 600 بطاقة بتفتح شخصية سارة مجانا. هاي هي شخصية سارة. طبعا هاي هي حقها 600 شدة، بس إذا جمعت 600 بطاقة أو أكتر تقدر تشتريها ببلاش. أنا جمعت 480 لأني مرات كنت عم خربط واشتري غير شي، اشتري بطاقات فيكتور مثلا أو صناديق أصوات سارة، وهلأ صار عندي 480 بطاقة سارة وخلص العرض كامل. يعني بعدها بيومين كمان الشركة نزلت، كان في تطلع بالعشرة الأوائل بالماتش مع أصدقائك كمان تحصل على يومين 10 بطاقات. حاول تجمع ما مشي الحال. هلأ راح نفتح الشخصية اللي عنده نقص شوي، راح يفتح عن طريق الشدات، واللي لحق حاله فتح الشخصية جمع 600 بطاقة فتحها ببلاش. طبعا انا ضل 120 انه اشتري، بس راح اسوي عرض خاص كمان وافعله بارخص من 120 ان شاء الله، لاني انا فعلت الرويال باس طبعا فعلته، وفعلت هذا البرايم بلس. حكينا عن طريق التفعيل هذا البرايم بلس، من بدال 600 شدة 900 شدة وعروض خاصة وحلوة. هاي العروض الخاصة استفدنا منها هون بشخصية سارة. مثلا إذا رحت اشتريت بطاقات سارة تشتريهم بشدة وحدة، تمام؟ إذا تشتري كتار تكمل عدد بطاقات سارة راح تقدر تشتري تفتح شخصية سارة ببلاش. هاي شخصية سارة مثلا 120، اصرف 120 مشان اشتري بطاقات سارة كاملة. أنا ما راح اصرف 120، راح أوفر هلا 20 ليرة. شلون؟ أنا لما فعلت البرايم بلس جوني هالكروت هدول شايفين 20، هدول اللي على تالت وحدة على اليمين من فوق، هدول كروت خصم على كل شي تشتري. طبعا طالما انت مفعل البرايم هذا عندك خصومات وعندك كروت مدتهم شهر. طبعا في برايم العادي كمان بدولار، بس قبل 10 دولارات احسن. دولار كمان فيه له ميزات حلوة وكمان فيه فوائد، بس هذا بالعشرة فعلناه نحن بدال ما نروح نشتري، بدل ما نروح نشتري 660 شدة ب10 دولارات فعلنا هاي البرايم بلس، واستنينا لحتى جمعنا 600 وراح نجمع اكتر وفتحنا الرويال باس. حكينا في فيديو تفصيلي عن هالشي، راح يفلكن رابط هذا الفيديو تحت. بس نحن هلا خلينا بشخصية سارة. يعني مثلا ضل هلا عندي مثل ما قلنا انه 120 شدة انه اشتري سارة، لا راح اوفر 20 كمان لانه عندي بطاقات توفير عروض خاصة على كل شيء. هدول ان البطاقات بالخزانة او الانفنتوري تحت، هدول شايفتن، هدول شفتوهن يخلصوا، بس يخلص البرايم بلس تبعك يخلصوا هن يحترقوا. يعني كل شيء بطاقة عليه عرض مثلا تشتري بعدد معين راح يخصموا لك 120. كل ما ترفع شراء الصناديق او اي شيء كان ترفع السعر، هن كمان يرفعوا لك سعر الشدات، يرفعوا لك الخصم. مثلا راح اروح اشتري كروت سارة، نحن مثل ما شفنا هنيك ينقصني 120 كرت، والكرت هون حقه شدة وحدة بس، راح نزود هلا 120 كرت كان ينقصني انا. اذا اشتريت 120 كرت هلا مثلا، ثواني راح الغي، اذا اشتريت كرت واحد واستعملت هالبطاقات هدول، طبعا بهذا عن طريق هالسهم هذا تستعمل كل بطاقاتك، خصم 20 شدة، خصم 60 شدة، خصم 80 شدة، وخصم 120 كمان فيه، بس ما يطلع بهالعرض لانه هالعرض رخيص. مثلا نقينا 80 ما صار، 20 ما صار، انت قد ما زودت العدد راح يعطوك اكتر. هاي حقة شدة وحدة، لهيك نحنا يلزمنا 120. نجرب ال20 مثلا، هاي خصموا لي 20 مثل ما كنتم شايفين، 120 عليها شخطة حمراء
بدال 120 100 شد، يعني هيك نكون وفرنا 20 شد منيحة يعني. وكل ما تزود راح زود الكروت، هلا مثلا راح يصير خصم للستين كمان مثل ما كنتم شايفين، كل ما تزود كروت راح بيصير خصم اكتر، بس نحن يلزمنا 120. حبينا نفرجيكم هاي مشان اللي ما فتح شخصية سارة يفعل البرايم العادي مثلا، يشحن بدولار واحد ويسوي هالطريقة هاي اذا نقصوا كروت مشان يوفر، ومشتري البرايم بلس وشاهد هالفيديو هداك واشترى البرايم بلس يوفر له 20 شدة، بلكي يلزموه بالرويال باس بشي شغلة احسن ما يروح يعبي دولارات مرة ثانية. وهلا راح نشتري هالكروت مشان نشتري شخصية سارة. هاي تم شراء 120 ب100 بس، يعني 20 ببلاش تقريبا. بخير هالعرض هذا تبع البرايم بلس. نروح على الشخصية لنفتحها هلا، عفوا هذا الطير ان شاء الله راح نفتحه هو كمان. راح علينا الحدث والطير هلا هون حقه، هذا هو الطير، الطير مع 60 اكل حقه 2000 شدة. ان شاء الله بلكي ينزل عروض خاصة نقدر نشتري اقل، ما عليه عرض كمان وما عليه خصم هذا ابدا، عليه خصم اكل شي 80 80 اكثر شي اقدر انزل من سعره 1920 سدية، والله كتير. بس ينزل عروض خاصة ان شاء الله بالايام الجاية راح ننزل، اذا نزل فيديو قبل ما يبلشوا العالم وقبل ما يغلطوا العالم ويجمعوا غير شي راح ننزل فيديو عن الطيور ان شاء الله مشان نفتح الرفيق. نرجع على الشخصية سارة، هاي سارة صارت جاهزة 600 ب600. بسم الله، هاي سارة وهاي طقم سارة وهاي شعر سارة كمان. طبعا هي للبنات هي شخصية، بس نحن بنفتحها مشان الرقصات مشان المهام مشان الانجازات كويسة يعني. هاي استخدام هالانجاز نعيف لاخر شي. هاي طقم ما شاء الله طقوم حلوين فتحوا 3 طقوم فورا، وشعرين موديلين شعر كمان. هاي الطقوم راح يفتحوا بالمستويات، بس واحد يرفع مستويات راح يفتحوا. طبعا عندي من هالكروت كمان لانه انا كنت عم جمع من هالكروت، هدول بيفتحوا اصوات بيفتحوا طقوم بيفتحوا رقصات. هاي بالليفل 6 تفتح، هاي فيلم فيول واحد يشتريه. حلوين ما شاء الله والله شخصية سارة حلوين. هاي الاصوات ما فتحنا غير هاي، راح نفتح الباقي ان شاء الله. هاي ليفل 2 ليفل 4 بيفتحوا كلياتهم. هاي كمان عشرات عشرات. راح نفتحهم كلهم ان شاء الله، بس مو بالكروت، راح نرفع مستواها اكيد. هاي طقم سارة الاول وهاي الثاني، شخصية حلوة ما شاء الله، تحديث حلو بهاللعبة. انا اتوقع هالطقم احسن لانه هذا اصفر بيضرب بالعين يشوفوك الاعداء من بعيد، هذا احسن شوي. في هذا كمان طبعا فيك تلبسها تقوم العادية كمان تقومك الاساسية. احنا راح نلبسها هالطقم ايا كان. هذا احلى بدون شده. وهيك يكون شرحنا طريقه ان شاء الله يكون استفدتوا. اي سؤال اي سؤال يلزمكم نحن جاهزين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.